الشؤون، أهلا بكم. وزارة الداخلية بكل ما فيها من ملكات عاملة وطاقات تعمل على خدمة المواطن ليل نهار، فهو شعارنا الذي لا بديل عنه، الشرطة في خدمة الشعب، فنحن الأقرب لحياة الناس وفي تماس مع المواطن في كل مكان وزمان. فرجال الداخلية من النجدة والمرور والجنسية والاتحادية وأفواج الطوارئ والحدود وآخرون هم رجال يسهرون ويعملون بالتفاني من أجل كسب ثقة المواطن، ليس هذا فحسب، بل نحن نفتح أبواب وزارة الداخلية بصدر رحب لسماع المواطن وشكواه ونعمل على حلها بأقصر الطرق. والشؤون باب من أبواب وزارة الداخلية، كل هذا العمل بتوجيه من معالي السيد وزير الداخلية المحترم الأستاذ عبد الأمير كامل الشمري والسادة الوكلاء والمدراء العامين في الوزارة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الشؤون، معكم في الإعداد والتقديم المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية، والمقدم محمد علي الحسون من دارة العلاقات والإعلام. أهلا بك سيدي وصباح الخير. صباح الخيرات أخي العزيز مقدم محمد، صباح الخير لكل متابعي مشاهدي قناة الفرات الفضائية برنامج الشؤون، صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية على رسم السيد معالي وزير الداخلية الأستاذ عبد الأمير الشمري المحترم الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات. صباح الخير لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد وكافة المحافظات، وعلى رسم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم. صباح الخير لأبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل مواطنين الكرام. صباح الخير مرة أخرى لقناة الفرات الفضائية وكادر برنامج الشؤون وللمخرج المبدع نور السلعنزي. صباح الخير أخي العزيز. شكرا سيدي، صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج الشؤون، اذكر ان البرنامج يرتبط مع اخواننا اذاعة الفرات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب، واكيد ارقام الهواتف ستكون مع زميلنا المخرج نورس العنزي. نذكر اللي يتصل بينا يسمعنا عن طريق الهاتف يكون افضل، او الاتصال والشؤون تفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج الشؤون. اي تفضل اخويا. أنا ناشدت سابقا. طينا اسمك الكامل من فضلك. أحمد صبيح عبد الهادي. أحمد صبيح عبد الهادي. صبيح عبد الهادي، مين تخابرنا أحمد؟ أنا من البصرة. أهلا وسهلا بك، تحياتنا لهنا بالبصرة. الله يرحمه. قبل ايش قد اتصلت فينا؟ ذاك الأسبوع اللي فات. شنو كان طلبك أخي العزيز؟ شنو كان موضوعك؟ أنا جيت أشكر من عندكم عن قضيتي انقضت والحمد لله والشكر. الحمد لله يا رب. أنا أشكر برنامج على شؤون وأشكر السيد الغالب مدير شؤون البصرة. شكرا لك العميد غالب المحترم يسمعك حاليا. وأشكر الرائد محمد السكرتير مال السيد غالب مدير شؤون البصرة لأن راكض وياي بسيارتي ووداني للدوائر اللي تخص قضيتي. والف الحمد لله والشكر، صار لي سنتين اعاني بدون جنسيه وهسه الف الحمد لله والشكر. انت مواليد 2003 احمد صبيح. نعم. اتصلت بينا. نعم. ونادينا. نعم. على السيد العميد عميد غالب مدير شؤون شرطه محافظه البصره، تحياتنا له. نعم. يعني قاموا لك بالواجب؟ اكملوا الاجراءات وفق السياقات، وهذا هو واجبنا كشؤون داخليه انه نكون عون للمواطنين ضمن مفاصل وزاره الداخليه. كل التوفيق لك. شكرا أخي احمد. شكرا لك اخي العزيز، وهذا هو ديدا للعمل. نعم. شكرا لك. ناخذ اتصال اخر والشؤون. الشؤون تفضل. الو. الو اخوي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اتصلت بكم فيديو الحلقه راحت. اسم جنابك؟ ابراهيم لطيف جواد ابو النصر. ابراهيم الياسري. ابراهيم لطيف جواد ابو النصر الياسري. لطيف جواد صحيح متصل بينا. نعم. ما رجعت احنا نادينا في وقتها على السيد العميد عميد محمد مدير شؤون الشرطه الاتحاديه، وذكر بان راح يتم تدقيق المعلومات بعد قليل، راح تكون ان شاء الله. اسمع الاجابه خاص بك. اسمع الاجابه. شكرا. برنامج الشؤون للسيطره. تفضل.
أشكرك أخي العزيز، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل إبراهيم لطيف جواد أبو النص من الحلقة السابقة، إذا إجابته جاهزة يتفضل السيد العميد المحترم. صباح الخير، أشكرك والله حتى على مدير شؤون الشرطة الاتحادية سيدي. نعم سيدي عميد محمد، تفضل جناب. مدير شؤون الاتحادية يا أخي أشكرك على المسمع من ذلك، وقدم السيد المحترم تحياتنا له وتحياتنا له وقدم محمد وإلى سادة السيطرة وإلى سادة الفراز. بالنسبة للأخ المتصل إبراهيم لطيف جواد المنسوب سابقا إلى الفوج الثالث لواء الأول الفرقة الأولى، لقفنا معلوماته بالحلقة السابقة مع إدارة الشرطة الاتحادية، تبين أنه مرفوع اسمه ضمن الملحق ج تحت التسلسل 5 وباقي على إذا إجراءاته مكتملة. نعم أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا لك سيدي. نعم جاهزة. شكرا لك سيدي عميد محمد، تحياتنا لك والأخ إبراهيم، تسلسلك 5 ضمن الملحق جيم. اتصال وألو شؤون، تفضل. نعم ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا سيدي، شلون صحتك؟ خليك الله أخوي الكريم. تفاحص 2017 2018 الاجراءات حقهم شلون؟ صوتك ما واضح. تفاحص فاحصين. نعم نعم ب 2017 2018 انت حدثت الفحص الخاص بك معلوماتك؟ نعم نعم. اذا باقي اجراءات ان شاء الله في حال الاعلان عن اسمائكم يتم تبليغك برساله نصيه. شكرا لك ولاتصالك. شكرا لاتصالك اخوي الكريم. اتصال اخر اللي شلون، تفضل. الو. نعم الو شلون، تفضل. الو. طبعا نعتذر عن رداءة الشبكة، هذا خارج نطاق ارادتنا، امور فنية. اتصال والو شلون، تفضل. الو السلام عليكم سيدي العزيز. عليكم السلام اخوي الكريم، وسهلا بك. سيدي العزيز انا عندي مناشدة حضرتكم جلالة سيد وزير الداخلية المحترم من مبسوطة عقود. احنا نسمع مناشدتك. نعم. بدون ما تذكر اسماء وفق الاطر القانوني. بالاضافه لذلك احنا في وزاره الداخليه ما عندنا مفسوخ عقودهم. شنو مفسوخ عقودهم؟ انا من هاي العوده الاخيره صارت. يعني انت صادر بيك امر فصل او طرد؟ طرد طرد طرد. جيد تفضل. اي زاد فضلك سيدي العزيز، انا قبل فتره صارت عوده وفتحوها بالقياده على الشرطه الاتحاديه. من صار الفحص هناك سيدي العزيز بالبيت، انا كنت نايم برضيعتي، رضيعتي كانت مريضه عندها تقلف عقلي بمستشفى من الرشوت. يعني جنابك ما راجعت؟ ما راجعت، يوم رحت كانوا يقولوا لي لغت العوده مالتك انت بعد ما يحق لك. يعني رحت لوحدتي راجعت هم انا ما ناشدت ما اقدر اتواصل بصوتي. وانا عزيز يعني خلينا تكون الصوره واضحه. نعم سيدي. دائما من يصدر قرار بعفو وترويج معاملات يعني الدائره المعنيه ما تدري انه جنابك عندك ظروف. صح؟ صحيح. صدف محدد ومجبورين يعني ضمن سياقات وتعليمات وسقف زمني لتكمال المعاملات. مع هذا انت اعطينا اسمك الكامل. شو اسمك؟ سيد والله العظيم انا تعبت يعني من 2013. اعطينا اسمك الكامل اخي العزيز. اربع مرات سيد اعطينا اسمك الكامل. اعطينا اسمك الكامل. تقصير الجناب محمد خلف. محمد رباعي خلف. نعم محمد خلف زيدان. محمد خلف زيدان، وين كنت تعمل؟ عملية التموين والنقل الشرطة الاتحادية. عملية التموين والنقل؟ نعم سيدي. يعني هاي ليف كاف. نعم سيدي. مقر الشرطة الاتحادية. مقر مقر التموين والنقل الشرطة الاتحادية معسكر صقر. نعم؟ معسكر صقر، عملية التموين والنقل كنت هناك اداوم. راح النادي باسمك اذا اكو اجراء بالامكان. والله سيدي وانا من ذوي الشهداء وانا على 6 خوات والله العظيم ما عندي معيد. اسمع النداء راح نلقى لك، نشوف اذا اكو حل راح نبلغك فيه. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد محمد المحترم فيما يخص مناشدة المنتسب سابقا محمد خلف زيدان منسوب التموين والنقل المقر معسكر الصقر، تدقيق اسمه ضمن قوائم الإدارة والملاك في الشرطة الاتحادية، وهل بالإمكان ترويج معاملة إعادة الخدمة إلى من عدمه؟ كذلك هو من عوائل الشهداء حسب ما يخبرنا. بارك الله فيك.
والاتحاديه اشكرك على مسمع الاداره فقدم شيء. نعم سيدي. تم تدوين المعلومات راح يتم تنقيصها مع الاداره وان شاء الله اللي يمكن عليه ما نقصه. شكرا سيدي، شكرا لجهودك السباق دائما لعمل الخير. نعم. إذا ناخذ اتصال آخر وألو شؤون. نعم شكرا لك سيد عميد محمد، تحياتنا لك وعلى تواصلك المستمر. اتصال وألو شؤون، تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام وسلام ورحمة الله. سيد الله يسعدك. أهلا وسهلا بك أخويا، تفضل. سيد بلا زحمة علي، كان في تداوم بالطوارئ مستقيم. نعم. لكن اليوم في فصل أقدر أعرف تنسيب وين إذا مصر عليك زحمة سيدة. شلون؟ شلون يعني تنسيبك وين؟ تنسيب وين هسه حاليا سيدي؟ يعني أنت كنت تعمل بالطوارئ قيادة شرطة بغداد؟ اي قياده شرطه بغداد فوش بغداد. تركت العمل؟ اي وهسه على فحصت كملت اجراءاتي كامله. اي كملت اجراءاتك، بعد من يتم الاعلان عن الالتحاق راح يتم تبليغك برساله نصيه الى الدائره اللي تتوجه لها. حاليا ماكو تنسيب بما انه بعدك ما مباشر، التنسيب يكون بعد المباشره. بعد المباشره، بعد صدور امر المباشره. واضح اخي؟ شكرا شكرا لك واتصالك، اتصال اخر وهلا شو تفضل. الغاتي انا رفعت استقاله ورفعت معاون الاستقالة. اول شيء السلام عليكم اخوي الكريم، اعطينا اسمك من تخابرنا. لطيف عبد العالي عمران. لطيف عبد العالي عمران. عبد العالي عمران من اي محافظه؟ محافظه الديوانيه. وين دوامك لطيف؟ تفضل. كنت داوم مديرة افواج الطوارئ ورفعت استقاله وطلعت. كنت داوم بافواج الطوارئ بالديوانيه؟ ايه ورفعت استقاله وطلعت وقالوا مشمول بالتقاعد. ايش قد عندك خدمه؟ عندي خدمه 8 سنوات، رفعت معامله وجت لتقاعد الديوانيه قالوا انت ما مشمول. انت ما مشمول طبعا، 8 سنوات ما مشمول. ها بالتاكيد مو ضمن المده القانونيه. ما شملوني بالعوده برقين. نعم مال العوده. نعم ما شملت بالعوده، ما شملت بالعوده. ليش ما شملت بالعوده؟ شنو السبب؟ لانه قالوا انت محال للتقاعد، انا لا انشملت لا بالتقاعد ولا بالعوده. راح ندقق اسمك ضمن شرطه الديوانيه ونشوف شنو لك حقوق ضمن ملاك وزاره الداخليه. بس اعطينا الرباعي لطيف، لطيف عبد العالي عمران. لطيف عبد العالي عمران موسى. حتى اللقب العرداوي اذا تريد. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك اخويا. برنامج لشؤون للسيطره. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخلية في محافظة الديوانية العميد سامي المحترم فيما يخص موضوع المتصل لطيف عبد العالي عمران موسى، حسب ما يخبرنا أنه عنده 8 سنوات خدمة، قدم معاملة التقاعد وكذلك الإعادة. حاليا حسب ما يخبرنا أنه ما تروجت له لا معاملة تقاعد ولا معاملة إعادة. تدقيق اسمه ضمن الإدارة في شرطة الديوانية وشنو الإلة من حقوق بخلال هذه السنوات. بارك الله بك. نعم نعم سيد عميد سامي تفضل. مدير شؤون الديوانيه للسيطره المركزيه الله يسعدك. نعم سيد عميد سامي. تحياتنا للاخ المقدم سيف والمقدم محمد وكادر البرنامج. شكرا سيد العزيز. تم تثبيت المعلومات الخاصه بالمتصل لطيف عبد العالي عمران موسى، راح يتم تثبيت اولياته مع قياده الشرطه واجابته. شكرا سيدي. نعم. نعم سيدي اشكرك على واجبك حاليا وضع التعب. برنامج ان شاء الله تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا. شكرا لك سيدي العميد سامي المحترم، للاخ لطيف عبد العالي، انتظر اجابه ان شاء الله تعالى. اتصال الشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام ورحمه الله. استاذ ولو زحمه عليك، انا عندي سياره اقساط. نعم شنو اللي عندك؟ عندي سيارة أقصاد. أقصاد سيارة أقصاد، شو اسم جنابك؟ فلاح حسن. فلاح؟ اسمك الكامل أخ فلاح. فلاح حسن شنو؟ فلاح حسن. فلاح حسن شنو؟ عاشور. عاشور، تفضل أخي العزيز. صار عندي سيارة كملت براتب لما سددت أقصاد هون. الرفع الحجز من البصرة، ظلت بس بغداد، صار لي 9 أشهر. ايش قد رقم السيارة والحرف؟ رقم سيارتك اخي العزيز؟ تسمعنا اخ فلاح؟ الصور يسمعنا من التلفزيون، يعني اللي يتصل بينا مثل ما نوه الاخ مقدم محمد انه يسمعنا من التليفون ويترك التلفزيون. ناخذ اتصال اخر ولا شلون؟ شكرا لاتصالك اخ فلاح. الو اذا قدرت عاود اتصال بينا.
الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير يمه. صباح الخيرات يا العزيزه. العزيزه اهلا وسهلا بك. رحم الله والديك وياك يمه معالي. ذكرني على موت ابني يا خابر، على موت حسام من الفاحصين، وودوا علي وراح فحص مرتين. جيد. توها حدث وكمل معاملته ان شاء الله الخير، فقط احنا حاليا بانتظار اجراءات الموازنه. رحم الله والديك، يا ريت واحد يسمعني وزير الداخليه الطيبين شرفاء. اجراءات كامله ام العزيزه، احنا كوزاره الداخليه الاجراءات مكتمله ضمن الوزاره بانتظار. يا ريت تمشون هذا الولد، بس وعدني. بالتأكيد. يا ريت تمشون، عمره كبار. والله يوفقك يمه مهندس. ام العزيزه ام علي يعني اذا يسمح لنا زميلنا المخرج، هذا الاتصال تكرر لاكثر من مره وهي هذه الاجابه. انه احنا كوزاره الداخليه اجراءاتنا مكتمله بانتظار باقي الاجراءات، وان شاء الله نبشركم من خلال برنامجنا برنامج اهل الشؤون. ناخذ اتصال. شكرا لك ام الكريمه، تحياتنا لك. نعم. شكرا لاتصالك. اتصال واهل الشؤون، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك يا قلبي؟ شلونك يا استاذ حبيبي؟ انا من اهل السويره. اهلا وسهلا بك، انت مواطن؟ نعم انا مواطن. اهلا وسهلا بك. احسان علي حمد العيال. واصل. سويرة. نعم. نعم. إيه سويرة واسط. اسم جنابك؟ علي. إحسان علي حمد. إحسان. فضل علي أخوي. حمد. نعم أنا عندي بستان ضمنته قبل 8 سنوات. نعم. أجرته إيجار. نعم. فهسه هذا أبو الإيجار يقول لي أنا ما أطلع، قمت عليه دعوة صارت الدعوة من جانبي، وصار سنتين أنا مسوي عليه الخال قبض. الخال قبض هذا موجود عندي كتاب بمركز الصويره مال واسط مال الصويره. مركز شرطه الصويره؟ نعم مركز شرطه الصويره. شنو المشكله؟ المشكله لا يطلعون علي ولا ابد، لو تنطينا فلوس نطلع علي. هذا ما تعطون فلوس ولا نطلع علي. يا اخي العزيز، يا اخي احسان، جنابك من تدعي الدعاء عليك انه تثبته. احنا نريد نتعاون وياك حتى نعرف هذا الشخص اللي يساومك. اسمح لي اعطينا مجال خلينا نسولف لك. نعم. احنا اللي نريده منك تتوجه هسه فورا للسيد مدير شؤون محافظة واسط العميد محمد المحترم، تروح له وتاخذ اثباتات ما ادعيت به، والاجراء راح يكون من قبلنا. توجه هسه لمقر شؤون واسط. سمعتني؟ وياك الاوليات والثبوتيات اللي سمعتني يا اخي العزيز. مدير شؤون واسط العميد محمد راح ننادي باسمك، واسمك يكون بالاستعلامات وينتظرك. توجه. ما يخالف باكر، انا عندي دوام. ماكو مشكله. ماكو مشكله، يوم غد توجه وراح يكون. أي. بانتظارك. اي والله فدون عليك. احسان علي حمد العيال، انا حتى احنا حتى بالصغر احنا معروفين، عمامي كلهم ضباط. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. حياتنا لهم جميعا. برنامج اهل الشؤون للسيطره. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في محافظه واسط العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المواطن احسان علي حمد، تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله والاستماع لشكوى والتاكد من صحه الدعاء. يا مشكلة حاليا الوضع حكمت. نعم. انا مدير شؤون واسط الجديد. اخي اشكرك، صباح الخير. اسمعك علي، واضح. صباح الخير على كافه الكادر. راح يكون انتظاره وراح نتابع الموضوع شخصيا. اشكرك. شكرا سيدي العزيز. نعم. نعم سيدي، اشكرك الله يبارك فيك، الوضع حكمت. برنامج كل المعلومات. اشكرك اخي على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. تحياتنا لك سيد العزيز. اذا الاخ احسان راجع سيد العميد مع كافه الثبوتيات اللي ذكرتها. اتصال للشؤون، تفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بك. سيد العزيز، انا بس عايز اعرف اسمه موجود شيك اسمي. انت من ضمن الفاحصين لو شنو؟ اي من ضمن الفاحصين سيدي. يا سنه؟ 2022. 2022 يعني جنابك محدث بال 22. اي سيدي. اي شنو طلبك؟ اسمك موجود. سيدي بس بدي اشوف اسمي اذا موجود. اسمك موجود اخي العزيز، بما انه حدثت يعني اسمك موجود. اي مو سيدي، احنا سوينا فحص طبي بالبيت. نعم. فحص طبي سوينا بالبيت، قالوا اروح للوزاره، احنا الوزاره ما استقبلها. ما يعني ما اعرف صوتك مو واضح. يقول فحصنا بالبيجيه وقالوا روح للوزاره. فحصت بالبيجيه يعني فحصت غير دزولك رساله لتحديث معلوماتك؟ لا لا سيد، ما نزل الرساله. انت شو اسم جنابك؟ طينا الرباعي. سيد مرزا حمزه علاوي. انت اعاده للخدمه مو تعيين. نعم سيدي. اعاده على الشرطه الاتحاديه؟ نعم سيدي. اسمك الكامل؟ مرزا حمزه. مرزا حمزه علاوي مزعل. حمزه علاوي مزعل. علاوي مزعل. وين كنت تداوم؟
الفرقة الخامسة كركوك. الفرقة الخامسة أي لواء؟ 19. لواء 19، اسمع النداء. تابعنا أخ مرزة، تابعنا أخ مرزة. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد محمد المحترم. فيما يخص موضوع المتصل مرزة حمزة علاوي مزعل منسوب الفرقة الخامسة اللواء 19 سابقا، تدقيق اسمه ضمن قوام الإعادة، إجراءاته مكتملة من عدمه. لا مشكلة حاليا والله حسنا. مدير شؤون الشرطة الاتحادية سيدي. مدير شؤون الاتحادية أشكرك على ما سمع من النداء. تمت لي المعلومات وراح يتم تفقيتها وإجابتها من وقت البرنامج. شكرا سيدي. أما بخصوص المتصل اللي قبل محمد خلص الإذان. نعم. منسوب سابقا إلى أمرية تمويل النقل بعد الاتصال بمديرية الإدارة في قيادة الشرطة الاتحادية. بين عدم مراجعة الممارين لإجراء الفحص الطبي. صح. وعليه يقوم بتقديم طلب إلى مديرية إدارة الموارد البشرية في مقر الوزارة لغرض الإعادة إلى قيادة الشرطة الاتحادية بصدد الموضوع. تفضل. شكرا سيدي. نعم. نعم سيدي أشكرك الله يبارك فيك حاليا والله حسنا. برنامج الشاعر تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. بالإمكان عن طريقك إشعار السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم تسجيل اسم المواطن ضمن قوائم المقابلات الخاصة بالموارد البشرية. نعم. مقابلة السيد مدير عام الموارد البشرية اللواء حسين سبهان المحترم. الاسم محمد خلف زيدان جعفر. سلمت. جعفر محمد خلف زيدان. نعم أكبر حاليا والله حسنا. أنا مدير شؤون الوزارة السيدي. نعم. نعم سيد عميد عقيل تفضل. مدير شؤون مبنى الوزارة بالسيطرة أخي بارك الله فيك، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة. صباح الخير أسيد. وكذلك على كادر قناة الفرات الفضائية وكذلك كافة الأخوة المستمعين والمشاهدين. أخي بارك الله فيك، بخصوص اتصال الأخ المتصل محمد خلف زيدان، للمعلومات سيتم تثبيت اسمه بالاستعلامات الخارجية ويفضل تنطي رقمه الخاص ويتواصل وياه مباشرة حتى يكمل إجراءات اسمه. بارك الله فيك. شكرا سيدي لجهودك ومتابعتك. نعم سيدي أشكرك الله يبارك فيك جميعا حاليا والله حسنا. برنامج أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا. شكرا لك السيد العزيز عميد عقيل المحترم. المتصل جعفر محمد خلف زيدان، تحياتنا لك، تواصل ويانا إن شاء الله بعد البرنامج إذا الله أردت. اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. شلونكم عيني؟ شلون صحيح أخوي الكريم؟ السلام عليكم. تفضل أخوي. عليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل أخوي. اسمعنا عن طريق الهاتف. أعني؟ اسمعنا عن طريق الهاتف. أنا إخواني شهداء ودوي شهداء أثنين إخواني، وإحنا سوينا بطاقة موحدة، يعني أنا وأبوي قاعدين بالبيت الناصرية، أريد نستلم شوف الوطنية ما طلعان، يعني والله ظروفنا تعبانة ما نقدر نجي لبغداد. ما يعني ما بس اسمح لي أخوي العزيز، أنت شو اسم جنابك؟ سامي. شو اسمك؟ سعد سامي. سعد شنو؟ سامي سامي. سعد سامي، اسمك الثلاثي. تعال سامي جهاد ساكنين ذوي الشهداء ما نقدر نروح. الثلاثي شنو اخي العزيز؟ هسه شلون ندقق لك اسم البطاقه؟ انت يعني الاسم ما احنا ما قاعد نسمعه من عندك. واحد اريدك تهدى بس اسمح لي، تريد احنا نتصل بيك بعد البرنامج؟ نعم. اهدى وانطينا اسمك الكامل حتى نعاونك. تعال سامي جهاد. جهاد؟ تعال سامي جهاد. نعم. وسامي جهاد ولي ابوي هم بطاقه موحده. والدك سامي جهاد؟ سامي جهاد ولي. ولي شنو عندك بطاقة موحدة بأي نفوس؟ موحدة ولا تشوفها طالعة ولا بأي نفوس أخي العزيز؟ نفوس بالعظمية وشارع المغرب. شارع المغرب، شو وقت أنت روجت المعاملة؟ 12 سويناها بشهر 12 نهاية السنة دي. راح ندقق لك إياها وإن شاء الله الخير. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم. فيما يخص موضوع المتصل سعد سامي جهاد، تدقيق معاملته البطاقة الموحدة ضمن شارع المغرب. بارك الله بك، معاملته منجزة من عدمها. سلمت. لا أشكرك حاليا والله حسنا. أنا مدير شؤون بغداد الرصافة يا سيدي. مدير شؤون
بغداد الرصاصة. أخي أشكرك، صباح الخير عليك وعلى الجميع. صباح الخير، الله يبارك بجهودكم خدمة المواطن والمتسم. تحياتي للأخ المقدم سيف والمقدم محمد وكادر قناة الفرات الفضائية والسيطرة المركزية والمشاهدين الكرام. على مسمع من إداء الأخ المتصل سعد سامي جهاد، سيتم تدقيق معاملته وإجابة خلال فترة البرنامج. بارك الله بحضرتك، أشكرك. أشكرك أخي العزيز، كذلك أكو إجابة بصحبة السيد العميد المحترم، إذا جاهز يتفضل. من الحلقة السابقة. نعم نعم واضح. مدير جمهور الأنصاف السيد الأنصاف الله فضلت الإجابة. أخي أشكرك، بارك الله بجهودك. أكو إجابتين، إجابة بالحلقة السابقة لأخي المتصل ابن المتوفي جواد عبد السكر، تم الاتصال مديرية التقاعد وإجابتنا بأنه سابقا تم تقديم طلب تحويله من المتوفي إلى شهيد، تم إعادة الكتاب إلى الدارة القانونية لإعادة القرار وفق التوجيهات الجديدة باعتباره شهيد. أشكرك. أما الإجابة الثانية بخصوص الأخ المتصل بالحلقة السابقة أحمد محمد سعيد، لوجود أسماء متكررة ومتشابهة تزويدنا بالاسم الرباعي واللقب واسم الأم والرقم التقاعد لإنجاز معاملته. أشكرك بارك الله. شكرا سيدي لمتابعتك. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله لك. شكرا لك سيدي عميد جواد مدير شؤون بغداد الرصافة، تحياتنا إليك سيدي العزيز على تواصلك المستمر. اتصال آخر والشؤون، تفضل. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا أخي الكريم. أريد أرفع معاملة مال نقل النفوس من البصرة إلى بغداد. أولا أعطينا اسمك، مين تخابرنا أخوي؟ مصطفى علاء خلف من بغداد. مصطفى علاء خلف. خلف من بغداد؟ من... أي أنا بالنسبة لي ولادتي بغداد ونفوسي بغداد، يعني أنا ما عايش بالبصرة أصلا، بس على نفوس والدي وظلت. يعني هسه نفوسك بالبطاقة الموحدة تقرار بصرة؟ نعم بصرة. شنو تريد تقدم نقل نفوس إلى بغداد؟ أريد أقدم نقل نفوس إلى بغداد. إيه عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بدائرة العلاقات، العفو بدائرة الجنسية العامة، أكو استمارة تمليها وعن طريقهم إن شاء الله يتم تحديد موعد لمراجعتك. العفو مليتها قبل تقريبا 6 أشهر أو أكثر، بس لحد الآن ما صار علي ما عليها إجابة. باسمك مصطفى علاء خلف؟ أي نعم. اسمع النداء. خليت بها إيميل. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا كذلك السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المواطن مصطفى علاء خلف، حسب ما يخبرنا أنه أمل الاستمارة الخاصة بنقل النفوس من البصرة إلى بغداد ضمن الموقع الرسمي لمديرية الجنسية العامة، إذا أمكن تدقيق الاستمارة منجزة من عدمه، موجودة ضمن القوائم من عدمه. مدير شؤون بغداد الرصافة، أخي أشكرك، الله يبارك بجهودك إن شاء الله. على مسمع من نداء الأخ المتصل مصطفى علاء خلف، سيتم تدقيق طلبه وإجابتكم خلال فترة برنامج. بارك الله بجهودك. شكرا سيدي. نعم نعم سيدي، أشكرك والله. برنامج شؤون معي. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا لك سيدي عميد جواد. إذن الأخ مصطفى علاء انتظر إجابة إن شاء الله تعالى شاء الله بعد قليل. اتصال للشؤون، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي الكريم، أهلا وسهلا بك. زين حصلتكم الحمد لله، شكرا. شلونك أخوي العزيز؟ الحمد لله، أهلا وسهلا بك، تفضل أخوي. أنا مفوض ضياء من محافظة كركوك، ضياء شمخي جبار. شمخي؟ شمخي جبار. جبار. شرطة كركوك؟ نعم نعم سيدي، احنا من دوي الشهداء. نعم. تم نقلنا يعني صار يعني روح الشهداء. نعم. نعم الله يرحم، الله يرحمك، تفضل. تم نقلنا من قبل دائرتنا ويدرون بينا، يعني عندنا علم، عندهم علم، احنا عندنا شهداء. انت الشهداء منتسبين لو ضحايا ارهاب؟ لا لا، منتسبين اخوي بالاستخبارات العسكريه بالرمادي بمنطقه الطاش استشهد، يعني اخر واحد بالسيطره هو استشهد. زين نقلت من اي دائره لاي دائره؟ انا نقلت من الاليات الى مركز دوميز. مركز شرطه؟ مركز شرطه. نعم. وهاي صار قالوا لنا يعني بكتها، رحنا على عميد سنان ابو شيمون، بلغنا وبلغ القائد، قال له ثاني يوم يرجعون، وهاي صار 3 أشهر. اذا هو يعني اخي العزيز، انت هسه ما منقول الى دائره قتاليه او دائره خارج المحافظه، انت منقول ضمن دائرتك،
إذا كنت بالمقارب الآليات أو ضمن مركز الشرطة أنت بعدك ضمن قيادة شرطة كركوك. نعم سيدي، بس شو المشكلة عندك بدوامك أخي العزيز؟ دوائرنا رشحوا مكان أكو بالدوش. إحنا راح نتابع هذا الموضوع مع السيد مدير شؤون كركوك. اسمع النداء. أيوه إن شاء الله. شؤون للسيطرة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة كركوك العميد سنان المحترم فيما يخص موضوع المنتسب ضياء شمخي جبار من ذوي الشهداء. حسب ما يخبرنا أنه عندهم شكوى مثبتة ضمن قسم شؤون كركوك بخصوص نقلهم كونهم من ذوي الشهداء. شنو الإجراء الأخير بحقهم؟ بارك الله بك. نعم حاليا والله حسيما أنا مدير شؤون كركوك يا سيدي. نعم سيدي عميد سنان. المعاون مدير شؤون كركوك في علامة ما تم تثبيت اسم المتصل لضياء شمخي جبار سيتم متابعة الحالة مع قيادة شرطة كركوك. اشكرك. نعم سيدي اشكرك. آخر جوابكم في الشفا المستجدة لقصتكم حاليا سيدي. باسم المتصل ضياء شمخي جبار. اجراءاتكم سيدي قصة الشكوى. نعم. إذن شكرا. نعم إذن راح يتم متابعة الموضوع. أشكرك أخي العزيز. سيطرة ذاك هو المقصود. شكرا بارك الله فيك. شكرا للإخوان في السيطرة وشكرا للإخوان في شؤون شرطة كركوك. تحياتنا لكم أكيد. الأغذية تابع الحلقة لك إجابة بعد قليل. اتصال الشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. خليك الله أخوي تفضل. الله يحفظك. اقول لك عندي معامله باسم رحيم ماشي ردات. ما صوتك غير واضح اخي العزيز. رحيم ماشي. عندي والدي رحيم ماشي ردات نحيل. والدك شنو موضوعه؟ الشرطه الانتحاريه كان يداوم. ايه؟ انقطع قطع الاتصال يعني ماشي. الاخ اتصاله اصلا مو واضح بالتاكيد. اتصال اخر والشؤون تفضل. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بلا زحمة سيد، بس أريد أن أقول نفوس من محافظة ميسان إلى محافظة بغداد. أخي العزيز أكو استمارة تمليها ضمن موقع مديرية الجنسية، استمارة خاصة بهم تمليها لغرض ترويج معاملة نقل النفوس. شكرا جزيلا. الله أهلا وسهلا بك. يعني أدخل على الموقع ومن الاستمارة. تحياتنا لك. نعم. شكرا لاتصالك. اتصال وإلى شؤون تفضل. صباح كامل جبر. تفضل اخوي انت بالجو نسمعك. صباح الخير. صباح النور. تفضل. انا خايف من الان من اترك التلفزيون. التلفزيون اسمعني من التليفون اخي العزيز. تفضل اعطينا اسم جنابك وموضوعك اشرح لنا اياه باختصار. صباح كامل جبر. صباح كامل جبر من السوق عقداني. صباح كامل جبر. جبر مين تخابرنا صباح؟ للشامية. نين؟ شامية. الشامية قضاء الشامية. زين شنو طلبك اخي العزيز؟ والله قيادة النجف كملت المجلس مالتي. مجلس عندك؟ اي مجلس كملته على اساس يرفعوني هسه لحد الان ما ارفع يومين يقول لي باكر لحد الان. شنو المجلس؟ شنو موضوع المجلس؟ بدون ذكر اسماء من فضلك. شنو موضوع المجلس اخي العزيز؟ مشبوه به كاظمين الامر مالتي مشبوه به. اخوي مجلس اعادة؟ اي اعادة اخذ. اي المجلس يعني ضمن مقر قيادة شرطة النجف؟ قيادة النجف. احنا نريدك تراجع مقر شؤون النجف العميد اثير المحترم. تراجعه حتى نعرف اجراءات المجلس. مشكور. برنامج شؤون للسيطره. احنا نريدك سيد العميد تابع هذا النداء اخ صباح. اسمعك جيد والله. حتى تعرف وين تتوجه. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادي لنا السيد مدير شؤون الداخليه في محافظه النجف الاشرف. تسجيل اسم المنتسب صباح كامل جبر ضمن الاستعلامات والاستقباله والاستماع لطلبه. نعم. نعم اشكرك حاليا واضح الدلمه. هلا مدير شؤون حداد الاسود سيدي. نعم سيدي عميد اثير تفضل. مدير شؤون النجف الاشرف على مسمع من ندائك ونداء الاخ مقدم سيف. تحياتنا لحضرتين للبرنامج الموقر. شكرا سيدي. تم تثبيت اسم المتصل وفي اي وقت توجه لاستقباله واجراء اللازم. اشكرك. شكرا سيدي. شكرا سيدي العزيز. نعم سيدي اشكرك حاليا واضح الدلمه. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا. شكرا لك سيدي عميد أثير المحترم. إذن الأخ صباح راجع السيد العميد مع الأوليات.
اتصال للشؤون، تفضل. الو. تفضل اخوي. الو. هل نسمعك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام, السلام ورحمة الله. استاذ انا حازم محسن كاظم. مواطن حازم حضرتك؟ محسن كاظم عطية. اهلا وسهلا بك. كاظم عطية. اي والله انا بالحماية المنشآت مال بابل. انت جنابك منتسب؟ اي منتسب حماية منشآت بابل كنت. زين انت منتسب بطلع. يعني مستمر بالخدمة؟ لا والله طلعونا هو حساس مال عودة نرجع بس 2015 وما رجعنا. زين قدمت معاملة الإعادة كملتها؟ عد الاوليات وكملت بس انا قالوا لي بس شغلتك كلها بالمحافظة بابل. انت منسوب شرطة بابل صحيح؟ اي حماية منشآت. زين راح ندقق لك اسمك وشنو الجراب حقك. انا اريد بس شغلة واحدة معكم، اريد اقابل مدير مدير شرطة بابل. احنا راح نسوي لك موعد اسمك ضمن الاستعلامات لتقابل السيد مدير شؤون بابل وعن طريق اي اجراء اللازم. تابع هذا النداء. انت اسمك حازم مو صحيح؟ حازم محسن كاظم. واضح، اسمع النداء، توجه شؤون بابل. نعم. تقدر هسه تتوجه. اي والله. برنامج الشؤون للسيطرة. نعم. برنامج الشؤون للسيطرة أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة بابل العميد الدكتور جميل المحترم، تسجيل اسم المنتسب سابقا حازم محسن كاظم ضمن الاستعلامات واستقباله. نعم سيطرة. سيطرة استلمت أخي العزيز. لا أخي أشكرك حاليا والله استلمت. على مريش وحفاظ لك يا سيدي. نعم سيدي عميد جميل تفضل. أخي العزيز أنا على مسمع من النداء، تحية صباحية مباركة بعثها لحماية الوطن المرابطين في خنادق العطاء والإيثار والتضحية والفداء، وتحية إلى فقر الإعلام وجوهر الإبداع مقدم سيف ومقدم شكرا محمد. شكرا. وتحية أخوية إلى الأخ المتصل، اتمنى ان يقدم الينا يوم غد صباحا لغرض اجراء اللازم. شكرا سيدي. شكرا جزيلا. شكرا لكلماتك الجميله اللي تثلج. لا سيدي اشكرك على الوضع السيبك. برنامج اسلم عليك. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. دائما متميز سيدي عميد جميل، تحياتنا لك، شكرا على تعاونك المستمر مع برنامج الشؤون. نعم. اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وسلم ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. يسلمك الله أخي الكريم، اسمك الكامل، من تخابرنا؟ أستاذ الضباط الأعزاء، ذاك الأسبوع قدمت مناشدة بخصوص موضوع التقاعد. شلون؟ وطلب ذاك الأسبوع أنظر البرنامج. شنو اسمك؟ يعني صوت ما واضح. ذاك الأسبوع المبرمج إذا تعاوننا بالصوت يكون أعلى الصوت شوية. نعم. ذاك الأسبوع المبرمج. نعم. ذاك الأسبوع المضى قدمت مناشدة بخصوص موضوع التقاعد. اسمك الكامل؟ شنو اسمك اخوي؟ احمد محمد مطور، احمد محمد سعيد محسن الجبوري. نعم. فطلبوا عليه اسم الرباعي ما كنت منطيكم اياه. نعم. وطلبوا عليه رقم هوية التقاعد. نعم. قبل شوي. اذا انت سمعت النداء في وقتها. سمعت النداء وطلبوا من عندي عن طريقهم، وبعدين حاولت اتصل ما حصلت. طلب اسم والدته كذلك؟ نعم. وصلت اتصلت بكم على مود اعطيتكم اسم الرباعي. اخ احمد زود اسمك. احمد محمد سعيد محسن، شنو اللقب؟ الجبوري. بل اسم والدتك؟ والدتي اسمها علوى عمران. شو اسمها؟ علوى عمران دوش. علوى عمران دوش. دوش. عندك رقم تاريخ كتاب اللي رايح للتقاعد؟ اي عندي 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 رقم الهويه، عندي موجوده التقاعد. جيد. رقم الهويه. شنو كان طلبك؟ طلبي بحاول انه ما ماخذ معك الخدمه، وخدمتي 45 سنه. باي دائره كنت؟ دائره المثنى. بس اسمح لنا بشرطه المثنى جنابك، لان صوت تعبنا شويه بالموضوع. بالاستخبارات مال السماوي. استخبارات المثنى، اذا موضوعك. نعم. اسمع النداء. اسمع النداء.
يتفضل السيد مدير شؤون بغداد الرصافه العميد جواد الصافي المحترم. نعم والله، اتفضل سيدي. اخي اشكرك، الله يبارك في جهودكم. بخصوص الاخ المتصل بالحلقه السابقه والان، احمد محمد سعيد. نعم. بوجود اسماء مكرره متشابهه تزويد باسم الام كذلك الاسم الرباعي واللفظ والرقم التقاعدي. حتى ننجز معاملته، اشكرك بارك. معاملته منجزه فقط. نعم اشكرك والله لحظات. برنامج انا تفضل. اشكرك اخي كذلك المتصل على مسمع، دقائق نزودك بالتفاصيل. الاخ احمد بعدك ويانا؟ اذا اخي العزيز للمعلومات، الاسم احمد محمد سعيد محسن الجبوري. اسم والدته علوه عمران دوش. نعم. عنده هويه تقاعديه فقط، عنده مكافأة نهاية الخدمة حسب ما يخبرنا. نعم. نعم اشكرك حاليا واضح الدائمة. مدير شبراء الرصافة سيدي على مسمع تفضل. اخي اشكرك على مسمع من الاداره، يتم الاجراء اللازم بخصوص معاملته واجابتكم، اشكرك بارك الله. شكرا سيدي العزيز. انا جاوبت قبل قليل على معاملته، اشكرك. بالتاكيد صحيح. نعم سيدي اشكرك الله يبارك فيك حاليا واضح الدائمة. برنامج ارسال المعلومات تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات، شكرا بارك الله لك. وزارة الداخلية دائما تسخر كل طاقاتها وأبوابها لخدمة المواطن الكريم وزائرينا في بغداد والمحافظات، وهذه المرة كانت لبرنامج الشؤون الذي هو باب من أبواب وزارة الداخلية جولة تفقدية في شوارع بغداد لحماية زائري الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. مقدم سيف كان هناك. نعم سيدي. نعم أخي العزيز مقدم محمد، مثل ما تعرف أنه وزارة الداخلية تتابع اللجنة الخطة الأمنية اللي يترأسها السيد معالي وزير الداخلية المحترم الأستاذ عبد الأمير الشمري، والذي أعلن عن نجاحها بسبب تضافر الجهود وتعاون كل مفاصل وزارة الداخلية وتنفيذها للتعليمات اللي صادرة من المراجع في الوزارة. كانت لنا جولات منذ اليوم الأول للزيارة ولحين انتهاء مراسيم الزيارة. جولة شملت جميع أنحاء المحافظة بغداد في جانبيها الكرخي والرصافة. نعم. كانت الجولة برفقة أبطال وزارة الداخلية وأبطال الشؤون الداخلية. إلى الجولة وحلقة أخرى ولقاء آخر وبرنامج الشؤون. إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الفرات الفضائية، برنامج الشؤون، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الإمام الكاظم عليه السلام اليوم واليوم الثالث على التوالي. مفارز الشؤون الداخلية مستمرة بجولاتها ضمن المحافظة بغداد بجانبي الكرخي والرصافة لمتابعة قطاعات وزارة الداخلية المنتشرة ضمن خط سير زوار مدينة الكاظمية المقدسة. اليوم جميع مفاصل وزارة الداخلية مستنفرة لتقديم الخدمة وتأمين المناطق لزوارنا الكرام. مستمرين بالجولة برفقة أبطال الشؤون الداخلية وأبطال وزارة الداخلية من مختلف الأجزاء الأمنية. إلى الجولة. ليالي الجريح رزقي بالدمع ما ينقطع نحيبي، سحابة هضم تمرني، فطرتي بجت والقلب يوي ناعي الحزن حبيبي، غربته وجع كسرني، ليالي الجريح رزقي بالدمع ما ينقطع نحيبي، سحابة هضم تمرني، فطرتي بجت والقلب يوي ناعي الحزن حبيبي، غربته وجع كسرني، يا ليالي الجروح اللي وريدي بمصاب خلي أضج بالنحيب، أعيش مع الخيام قلبة وعلى اسم يفوح غربة وموتا غريب، أمير الخدم أمير جولات الشؤون.
الداخلية ومدير السيد مدير عام الشؤون الداخلية جولة من القطاعات المتجرة لتأمين الحماية للثوار ذكرى استشهاد الإمام حسن رجاء الله عليه السلام. شنو واجباتنا سيد العزيز لمن هذا عظم الله لنا ولكم الأجر واسترشاد الإمام يوسف نجاحصر بتوجيه من السيد المحترم المخترى في متابعة الخطة الأمنية ضمن مواقع المسؤولين. اليوم واجهنا متابعة الخطة الأمنية ضمن توابع الوزارة ومراقبتها ومدى تطبيق وتنفيذ هذه الخطة وتنفيذ الأوامر والتوجيهات والقوانين الصادرة من وزارة ما عذبنا اها قاومنا ما عذبنا ابن جعفر تعني انا جدم يسبق جدم ما طالب دربينا يزيدنا عزيز ملقاك أمخاك وارفق حاجتي بالباب ما طاب خلص شدتي أشهدك ما مثلك في كل الملل معلول وللواد طيبت العلل منك راد طيت أمراض ورد من يمك في حبر حتى شين يعرفك زين نيطب لك تقضي ذنوبك يسمونك قاضي الحاجات يسمونك قاضي الحاجات لا يا جرح عاشر الظمن يا فاطمة وجنادي وابتدي باسمها نوحي علي تلتفت وانا باللطم جمرة هضم بديها تحطها بوسط روحي لا يا جرح عاشر الظمن يا فاطمة وجنادي وابتدي باسمها نوحي علي تلتفت وانا باللطم جمرتها ضم بديها تحطها بوسط روحي وانا منطمة ولاي كلمة معي شني بغير خدمة وادور رضاها خدمتك يزيد حظي بواجي دوم نبضي وعيش بهوى وعيش بهوى طويل الدرب ويريد القلب يدي حب مروءة وعلى الطف غيور حبيب القلب سمح لي بهالعزاء طف مواسي رغم في القصور للمطان يروح والمطان عين أضيق جنوته حبيبي حسين للمطان يروح والمطان عين أضيق جنوته حبيبي حسين حبيبي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الفرات الفضائية برنامج الشؤون مستمرين بالجولة مع قطاعات وزارة الداخلية حاليا ضمن أحدى المداخل الرئيسية لمدينة كاظمية المقدسة من جهة ساحة عدن
برفقة السيد آمر اللواء الخامس العميد ستار المحترم. أهلا وسهلا بك سيد الأعزاء. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. عظم الله لنا ولكم الأجر. لنا ولكم إن شاء الله. بارك الله بهذه الجهود المبذولة من قبل أبطال الشرطة الاتحادية. اليوم شنو واجبات الشرطة الاتحادية ضمن هذه المنطقة بالتحديد؟ والله حاليا الخامس. قطاعات الشرطة الاتحادية المتمثلة باللواء الخامس بتوفير الحماية للزائرين القادمين من مناطق بغداد وباقي المحافظات. مثل ما تلاحظون وفود الزائرين بأعداد كبيرة. قواتنا وقطاعاتنا جاي تفتش بفلاتر التفتيش، ايضا تامين المداخل المنطقه بالكامل، وايضا اسناد الجهد المدني لدوائر الدوله لادامه زخم الزياره. نعم. وان شاء الله باقين وان شاء الله الامور تجري على ما قطاعات سانده مع الشرطه الاتحاديه. نعم، كافه قطاعات وزاره الداخليه عندنا، مثلا مديريه امن الافراد ويانا، الاستخبارات ويانا. نعم. باقي القطاعات، حمايه المنشات، كل القطاعات الامنيه موجوده. هيئه الحشد ايضا مشاركه ويانا، مشاركه فعاله بالفلاتر التفتيش للاشخاص وكذلك للنساء والرجال. بالتاكيد سيدي، اليوم شلون نشوف الوعي؟ قطاعات الشرطه الاتحاديه لاحظنا مزوديهم بمكبرات صوت، تثقيف، توعيه. نعم. شنو هذا الجهد وهذا ال... نعم، انت تعرف ان موضوع الاشاعه وبالسنين السابقه كان له دور سلبي بالزيارات السابقه. نعم. فسعينا الى انه يكون الوعي من خلال المكبرات الصوت، توعيه المواطنين والزائرين انه ليس تكون بالاشاعه وما يقال بالشارع. قواتنا الامنيه على اتم الاستعداد لاتخاذ اي لازم في حال حدوث اي طارئ لا سمح الله. بارك الله فيك سيدي العزيز. اذا مستمرين بجولتنا ضمن قطاعات وزاره الداخليه المكلفين بتامين الحمايه لزوار الكاظميه المقدسه، زوار ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام. مستمرين بالجوله. وي مدمعي اشوفه ضربته وصحيت يا ضامي، خدمت انت مول البجا استعي. مشاهدينا الكرام، استكمالا لما بداناه جولتنا ضمن قطاعات وزاره الداخليه ومن مدينه الكاظميه المقدسه برفقة السيد مدير شؤون الفرقة الآلية العميد علي العتابي. سيدي مرحبا بك ببرنامج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا لنا ولكم الأجر. أهلا وسهلا ومرحبا وكل هلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. حاليا نحن نأمن زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام بفضل الله وفضل السيد وزير الداخلية المحترم. قطاعاتنا منتشرة بصورة جيدة وتأمين انسيابية الزائرين، والحمد لله والشكر الزائرين جاي يسهلون ويانا وجاي يأمنون ويانا الطريق، وفضل الله إن شاء الله تتم الزيارة بخير وسلام إن شاء الله. بالتأكيد اليوم مو فقط أجهزة وزارة الداخلية وزارة الدفاع وكذلك أبطال هيئة الحشد الشعبي منتشرين متعاضدين مع أبطال وزارة الداخلية لإنجاح الخطة الأمنية العليا ليترأسها السيد معالي وزير الداخلية المحترم. مستمرين بجولتنا لحين انتهاء مراسيم الزيارة بسلام. مستمرين بالجولة. سيد العزيز اللواء مالك القريشي، أهلا وسهلا بك اليوم برنامجنا وهذه الجولة الخاصة بالشؤون الداخلية اللي كذلك إظهار نشاطات أبطال الشرطة الاتحادية. احنا متعلمين كل سنة الجولة تكون برفقتك ونتجول ضمن مدينة الكاظمية المقدسة، وجهودك معروفة للقاصي والداني منذ ساعات الصباح الأولى وإلى ساعات متأخرة من الليل، جولات مستمرة ضمن مدينة الكاظمية المقدسة. اليوم شلون نشوف جهد وزارة الداخلية وجهد أبطال الشؤون الداخلية؟ الله يسلمك ويحفظك ويحفظ إخواني ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية. طبعا بالمناسبة عندنا القوات الأمنية بمختلف تشكيلات الوزارة. نعم. منتشرة انتشار واسع داخل مدينة الكاظمية وبأطراف مدينة الكاظمية. نعم. الشغلة بصراحة اللي لاحظناها بهاي الزيارة اكو تنظيم، مو فقط بعمل القوات الأمنية، لا اكو تنظيم بدخول الأفواج الزائرين إلى مدينة الكاظمية. نعم. انت جاي تلاحظ تقريبا حتى الطرق داخل مدينة الكاظمية انسيابية كلش عالية، وحتى اللي تشهد كثافة تم قطعها يعني باللحظات الأخيرة اللي تستوجب فعلا قطعها من أجل حفظ وسلامة الزائرين. نعم. اكو جاي نلاحظ تعاون، اكو تواصل، اكو حضور لكل القادة لكل الدوائر حتى تقدم أفضل ما يمكن للزائر. اكو تجانس، اكو تعاون بين القوات الأمنية
وبين الجهد الخدمي اللي تقدمه العتبة الكاظمية، اللي تقدمه الوزارات الخدمية، اللي تقدمه وزارة الصحة، مديرية البلديات، وإن شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع أنه تنتهي الزيارة بخير وسلام على الجميع. شنو رسالتك لكل الزوار من بغداد وكافة المحافظات، مو فقط بهذه الزيارة، بالزيارات القادمة بالسنين القادمة إن شاء الله؟ هي بصراحة شوف بهاي السنة أنه قلت لك الوضع يختلف، تحس أنه ثقافة الزار أثناء الزيارة ارتفعت. بالتأكيد يراد وعي، يراد انتباه، بس مع ذلك إن شاء الله التهديد اللي يهدد الزائرين ولا إلى غير رجعة بسبب تكاتفنا، بسبب ترابطنا، بسبب قربنا، تواصلنا، بسبب وعينا الوطنية. هسه حتى تحس بهذا الوقت إنه أكو حس وطني للجميع، الكل يحس بعراقيته، الكل يحس بانتمائه، الكل يحس كأنه كنا عائلة واحدة. الكل يعمل من أجل الأمن. أي نعم، أي نعم، نعم وهي جاي تشوف الناس يعني تقريبا ممتنة وراضية للجهود اللي تقوم بها القوات الأمنية من أجل حفظهم، حفظ سلامتهم، من أجل أنه يرجعون سالمين قائمين معافين إلى عوائلهم. وأشكرك. بالمناسبة السيد الوزير هو رئيس اللجنة الأمنية ومتواجد مقر الفرقة، موجود عند اتصال مستمر، عند تواصل مستمر، وصل لحد مستوى عامر فوج زين، يسأل على الصغير والكبير. قياداتنا الحمد لله والشكر تحس بالجهود، وبنفس الوقت الله يوفقنا إن شاء الله. إذن مستمرين بالإشراف والمتابعة على التعليمات اللي صادرة من المراجع في وزارة الداخلية، وعلى رسم السيد معالي وزير الداخلية الأستاذ عبد الأمير الشمري المحترم، المتابع أول بأول لكل تنفيذ لقرارات الخطة الأمنية وبإشراف القادة الميدانيين. مستمرين بجولتنا ضمن مدينة الكاظمية المقدسة. جرح مهبط النعي ويمت معي أشوفه غربت وصحيت يا ضامي.